قبل ما يوقع لي سميتو مشكلة على الاغتصاب، يعني كانت واحد السيدة فسميتو في مراكش في المدينة، جات عند خالة في البلاد في العربية يعني تقريبا، وصيفتني في واحد الحالة كنسرحي على عند خالة، عند كنسرحني البقار النعاج الغنم صافي. أبجي قلت لها تعطيني نربيها، قال لها صافي واخا. يعني ملي داتني بقيت مع ديك السيدة صراحة، بقيت معها المهم بقيت معها، كبرتني وتهلات فيا وكبرتني انا وبنت خوها واحد الدري اخر من الخيريه. المهم كبرتني ديك السيده وبقيت معها، المهم بقيت معها حتى نهار توفات. نهار توفات صافي رجعت عاوتاني، رجعت للدار كيتجابزوا معايا البنات، يعني والدي كيضربوني، يعني من ناحيه الاب من جهه الام من جهه البنات، يعني كلشي المعامله سيئه لقيتها من جهتهم، ما لقيتش معامله مزيانه صافي. هي ديك الزيت راه خرجت كنخدم في الزيور، يعني وقع لي مشكل تاع الاغتصاب في الدري، مشيت لجلست فريحت في واحد الجمعيه، يعني حتى ولات النهار ولات ساقوا لي والدي يا خبا جابوا يحيدوا لي الدري. هي هذيك جابوا يحيدوا لي الدري، انا الدري زيت والدي وجيت بينا لاكادير، يعني خيروني ما بين الدري، قالوا لي احنا ولا داك الدري، قلت لهم انا اخترت والدي. يعني وانا الدار خرجنا نتسخر بالليل، خرجنا نتسخر وتعرضوا لي الشفار هذوك الكيغريسيف. هي هذيك داوني لواحد الخلا تكرفصوا عليا بجوج صافي. هي هذيك وقع لي المشكل تاع سميتو الدري، هذيك جلست واحد الجمعيه تاولت، ملي جلست واحد الجمعيه تاولت جا والديا ساقوا لي الخبر، جاوا بيحيدوا عليا. ملي قلت لهم انا ولدي ما نقدرش نسمح به، ما نقدرش نتخلى عليه صافي، خيروني. قال لي احنا ولا داك الدري، قلت لهم انا اخترت والدي صافي، السلام عليكم. قلت لهم انا اخترت والدي، ما غاديش نتفرق عليه صافي. هي هذيك ما بغاوش، يعني ما بغاوش يخليوني في الثقه، كل تابعيني كل نهار، تابعيني كل نهار جاي لديك الجمعيه صافي. تعيطوا زيت ولدي وجيت بينا لاكادير، صراحة وقف معايا واحد السيد، واحد السيد انا واحد المحسن، وقف معايا في اكادير وصاب لي مسكين الوراق، صاب لي لاكارت ما كانتش عندي، وقف معايا مسكين، وقف معايا لا حقتش انا نيت، انا مريضه كنعاني واحد المرض ديال النزيف، عندي الكيس في الوالده، وخرج لي الطبيب العمليه وما عنديش باش نديرها والغالب الله. وداك السيد مسكين غيتعاون معايا ولكن ما بقاش في انز كنحولوه. والدري اخرى والبنت هي، البنت هي النهار عندي اسميتو، النهار مرضت، النهار مرضت فاش مشيت عند الطبيب قال لي انا عندك الكيس في الوالده خصك تحيدي، خصك تديري العمليه، وانا ما عنديش داك القدره ديال العمليه باش نديرها، وعندي الوراق ديال الطبيب وكل شيء وكاريا، وما عنديش باش نخلص الكرا صافي. مول الدار قال لي هزي عليا حوايجك وخرجي صافي. خليت الحوايج هزيت والدي خرجت، حتى طلب ثاني رغم كان زاوك حتى بحرام وقفوا معايا ناس دخلوا لي الخيريه، كون غير خليتهم معايا ندمت. دخلت تماك الدري فين تكرفص بزاف، تما فين ولات فيها الحاله هذه، تماك عاوتاني مشيت كنخدم في الديور صافي. وقع لي ثاني المشكل تاع البنت نفس المشكل، خرجوني عاوتاني ماني نضر نتسخر في وسط النار ولا زيان، خرجوني نتسخر وما كاينش الله يرحمني، وطردوا لي هما ثلاثه بالسيوفه، قال كتمشي معنا ولا نصفيو عليك دابا صافي. هي هذيك داوني تكرفصوا عليا ولا حوني، ما كاين لا عقل عليا، ما كاين لا يرحمني، ما كاين اللي يعتقني، ما كاين حتى شي واحد صافي. هي هذيك وقع لي المشكل صافي، ماني نتا خرجوني جراو عليا صافي صافي. هي هذيك مشيت كنشوف ولدي كنطلع عليه في واحد الحاله لا يرثى لها، كلقى راسو عامر بالحبوب، عامر يدي خامجين، رجلي خامجين، يعني الجسد ديالو كامل خامج بالحبوب، ما كاين الطبيب، ما كاين الدويان، كاينين ولكن ما كاينش اللي يداوي، ما كاينش الطبيب، ما كاين حتى شي حاجه، ما كيديو على السبيطار لا والو صافي. هي هذيك خرجتو بزز باش خرجتو، وقفوا معايا الناس حتى بحال ما خرجتو. وملي خرجتو داروا لي اصلا واحد العمليه حاشاك في سميتو في الحجر ديالو، وما نجحتش لي ديك العمليه، ما نجحتش لي مورا ديك العمليه، خرجوا فيه شي عظم، خرجوا ليه هنا، خرجوا ليه هنايا، خرجوا ليه هنا، خرجوا ليه هنا، خرجوا ليه هنايا بزاف، خرجوا ليه بالزيت، خرجوا ليه هنا، وخرجوا ليه هنايا، وخرجوا ليه هنايا بزاف، وخرجوا ليه هنايا بزاف صافي. تما ولا فين صافي. هي هذيك ما سلمت امري لله سبحانه وتعالى صافي، هادشي اللي كاين صافي. ورجعت كريت عند هاد السيد هذا، وكيتعاونوا معايا ولاد الجيران، هي على كرا لحقتاش انا مريضه، والدري عندي تا هو مريض، ما كاينش اللي شدوا ليا باش نخدم. الجمعيه قال لك خصك يقرا، خصك تخلصي عليه 30000 ريال لحقتاش ما عندكش راميت، قال لك حتى لين تخلص تصاوبي الراميت، وانا ما عنديش داك القدر، انا ما عنديش داك القدر صافي. سلمت امري الله ورجعت حالاتي صافي. انا كنطيباني غير من هنا، انا كنجيب الربيع من المارشي كنعاود فيه البيع، قال لك كنقسم منه باش كنصرفو داكشي الاخر، كنخبي كنجمع كنزيد عليه باش كنخلص الموضوع. يعني تقريبا فجر عليا مول طرح لي حوايج الزنق انا وليداتي، يعني 4 ايام وحنا في الشارع، خرجنا الثلاث والاربع والخميس والجمعه، يعني 4 ايام وحنا في الشارع كنضلوا كنباتوا فيها، لا ماكله لا شرب لا حتى شي حاجه، الحاله ماشي هي هذيك، العيشه ماشي هي هذيك، لا واحد الحاله لا يرسل، واحد الحاله لا يرسل، لا اله الا محمد رسول الله. ما كاين اللي يعتقني، ما كاين اللي يرحمني، لقيت يدوز من حدايا
والله معقل عليهم قدو نتا هو كذلك يدوز الموطور كيمشي و تيجي من حدايا والله معقل عليه شي واحد ولا جاي يشول فيا شي واحد يقول لك مالك شنو خصك شنو المشكل عندك المشكل اللي تيقول الله ولا راه زدت حوايج خرجت للزنقه هي بغات الزنقه مول طرعتي اللي بيت ساكنه فيه فابور ما كتخلصي لك راه ما كتخلصي الماء ما كتخلصي حتى شي حاجه وهادشي كلشي راه هادشي راه يكذب يعني هو كيشد الواجبات ديالو كيتخلص بهم كيتخلص كل شهر يا كيسد 6000 ريال الشهر في الكره ديالو والموطو الا كنخلص فيه بعض المرات 3000 2600 2700 بعض المرات حتى 4000 ريال حتى 4000 ريال كنخلصها في غادي في الموطو غير جوج بلاطي التلفازه والثلاجه ما عندي لا بلاط ديال الطو ولا والو غير جوج بلاط كنضوي غير بالتلفازه صافي باش كنطيب باش كنضوي وكلشي صافي دابا الظروف ديالي حاله لا يرسلها انا السيد عطيني الكراج تقريبا سيمانه هادي هو مصدعني قال لي خويا ديال الكراج ديالي يعني ما فيه الطواليت ما فيه الماء ما فيه الضو ما فيه الحال سميتو واحد الحاله اللي سالها يعني وسميتو فيه الفيران بزاف فيه الفيران يعني الفيران ماشي حتى الفيران صغار فيران كبار توبات يعني كل وحده يا وحده يعني حاجه كان البرغوت ديالهم عرفتي شنو كاع بلا ما نعاودك شوف بنتي ها يعني غنطيع دابا عند الطبيب باش نشوف شنو واش الحبوب من داكشي ديال الفيران ولا شي حاجه اخرى كلشي خرج لها في وجهه والدري حتى هو كذلك كلشي خرج ليه في داكشي في وجهه يعني الله يلاه محمد رسول الله لا الماكله ماشي هي هذيك لا الناس ماشي هو هذاك الحاله ماشي هو هذاك يعني حوايج باش نصبر لهم لولادي باش ندوش لهم ما كاينش الله يلاه محمد رسول الله الله يلاه الا وكنطلب من الساده المحسنين يتعاونوا معايا واخا بشي دويره فين نستقر يعني هذاك الكرا واخا نكري واخا يكلوا ليا المحسنين واخا يرنوا ليا ولكن الكرا هو هو يعني غادي نطيح عاوتاني في نفس المشكل نفس المشكل غنطيح فيه يعني كنطلب من الساده المحسنين اللي كيسمعني واللي يسمع النداء ديالي واللي كيسمع سميتو ديالي يعني تعاونوا معايا واخا بشي دويريه عارف نستقر انا وليداتي ما بغيت والو وثانيا انا بغيت ولدي يقرا الا كاين شي واحد يقدر يتعاون معايا غير في الخلاص ديال المدرسه ديالو صافي هادو هما جوج الحوايج اللي كنطلب من الساده المحسنين ما بغيت حتى شي حاجه اخرى ما بغيت الفلوس ما بغيت الحوايج ما بغيت والو هادو هما جوج الحوايج اللي كنطلب من الساده المحسنين